بعثت كميات الأمطار المعتبرة التي عرفتها ولاية أدرير خلال 48 ساعة الماضية الأمل لدى العديد من سكان مدينة أطار بتغذية البحيرة الجوفية التي يعتمدون عليها في الشرب والزراعة. هذا إضافة إلى ما أضفاه تدفق المياه عبر الشلالات وفي الأودية من جمال على المعالم السياحية في المدينة. في هذه السيول التي نزلت أمطارها سلاما وخيرا على ولاية أدرار امتلأت البطاح والحواجز المائية بأطار والوديان المجاورة له مما ترك أثره الطيب لدى المواطنين. مطار الحمد لله الأطار هم الحمد لله مستبشرين بالمياه اللي جاءت اليوم الحمد لله للربط ملان، والربط معدل 84 غير ما نسوى، والمياه الجوية قلت حتى بشكل ما عادي بسبب أن السد ما معروف له شيء. جاب مولانا رحمه طايحنا قاع من السماء وجابها لنا وجانا الحمد لله نمشوا فيها ونزوروا منها حمد لله. اللهم دونا نختاروا مال المزيد يا الله، ان شاء الله يجيب لنا رحمه ثانيه ان شاء الله. هذه لك هاي الرحمه جاتنا كنا فاصلين فيه، فاصلين مولانا وفاصلين فيه راجل اللهم لله ان شاء الله لعاد ان شاء الله. اداره المياه والصرف الصحي بأدرار اكدت على اهميه هذه الامطار. انا نبغي نبشر اهل طاعه على ان اليوم الحمد لله هذه المياه وهذه السيول اللي خرجت على مستوى الولايه، لانها ان شاء الله الضوء ترفع من منسوب المياه في البحيرات الجوفيه، وانه يدور الى ان شاء الله تحسن على مستوى العيون وعلى مستوى المصادر المائيه اللي يستخدمون. وهذا هون هو اللي ترجم سياسه الدوله في تعداد اللي قالوا الارباط والسدود، اللي هو اللي عن طريقه تتسرب بالمياه قايس البحيرات الجوفيه اللي تتغذى وترفع مستوى ومنسوب المياه. من جهة ثانية أحيت السيول والأمطار لدى السكان روح الاستجمام والسياحة، فتوجهوا جماعات وفرادى إلى أماكن تجمع المياه طلبا للراحة، وبدا الأطفال وهم يعبرون عن قبضتهم بهذه المشاهد كما هو حال الأمهات. مدينة أطار ظهرت اليوم على وجهها الحقيقي، فرحانة لهذه السحاب اللي جات يا امس، راجين عند الله تبارك وتعالى انها تعود سحاب خير وعافيه علينا وعلى المسلمين ان شاء الله. هذا المكان هو مكان السياحه اللي تمرق له الناس تنزه فيه تقروح، فيه مناظر سياحيه، فيه المو، فيه صدر، وفيه البد. الفولكلور الشعبي كان حاضرا بقوه بالمكان ضمن مشهد يوحي بان الجميع هنا جعل من الحدث مناسبة للراحة والاستجمام بولاية هي من أشد ولايات الوطن حاجة للأمطار. عبد الله الزبير، موفد قناة الموريتانية إلى أطار.